بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 66. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث متصلا مع الآيات من قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة اذكروا الله، إلى قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. السياق ما زال في الجهاد، ولذلك قال تعالى: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا. هذا خطاب للمسلمين أنهم لا يظهرون الضعف في حالة القتال وحالة المواجهة مع العدو، فيجب أن يروا عدوهم القوة والشجاعة وألا يروه الضعف والانكسار والذلة، لأنه يطمع بهم. وكما يقولون الحرب النفسية، فإظهار القوة وإظهار الجلد وإظهار هذا من ما يوهن العدو. وأما إذا أظهر أو ظهر في المسلمين ضعف فإن هذا مما يطمع العدو ويقويه. ولهذا قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني الكفار الذين تقاتلونهم، بل اطلبوهم في كل مكان، كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالواجب الجد في الجهاد وطلب العدو، هذا إذا كان في المسلمين قوة، هذا إذا كان في المسلمين قوة على القتال. أما إذا لم يكن فيهم قوة ولا استعداد فإنهم ينتظرون إلى أن يتقووا ويستعدوا لقتال عدوهم. ولا بد أن يكون العدو أيضا ليس له عهد عند المسلمين، ليس له عهد ذمة ولا عهد صلح ولا عهد أمان، فإنه يسمى بالعدو الحربي. فالعدو الذي ليس بيننا وبينه ميثاق بالصلح أو بالذمة أو بالأمان، هذا يعتبر حربيا، يجب قتاله لإعلاء كلمة الله ودحض الشرك والكفر، لأن الدين لله عز وجل، وهو الذي خلق الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوا غيره وصاروا يدعون إلى عبادة غير الله، وأيضا أظهروا القوة والقتال والمدافعة عن باطلهم، فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوهم إذا كان عند المسلمين قوة واستعداد لإعلاء كلمة الله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم أينما وجدوا ما دام عندكم القدرة على ذلك. وهذا فيه الرد على من ينادي الآن بالتسامح وأن دين الإسلام دين تسامح وأنه دين حرية الرأي وحرية العقيدة. العقيدة لله عز وجل والعبادة لله،
فليس هناك حرية في العقيدة. ولو كان هناك حرية في العقيدة لما أرسل الله الرسل لدعوة الناس للتوحيد، ولما أنزل الله الكتب، ولما شرع الله الجهاد في سبيل الله. فليس هناك حرية في العقيدة، وليست هذه حرية، هذه ذلة. عبادة غير الله ذلة وليست حرية. الحرية هي في عبادة الله عز وجل والتخلص من عبادة ما سواه من الطواغيت والأصنام والأنداد، هذه هي الحرية الصحيحة. والعتق الصحيح من الوثنيات. أما من يعبد غير الله ويصير عبدا لغير الله فإنه ذليل وليس حرا. فالمقصود من الجهاد هو تحرير الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله، لأن الله خلقهم لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه وعبادة الله مصلحتها لهم. أما الله جل وعلا فإنه لا يتضرر بتركهم العبادة ولا ينتفع بعبادتهم له، وإنما المصلحة أو المضرة ترجع إلى العباد. فالله أمرهم بعبادته من أجل مصلحتهم ورحمتهم، لا من أجل أنه بحاجة إلى ذلك. الله جل وعلا يقول: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا، ويقول سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالمصلحة في هذا راجعة إلى العباد، والمضرة في ترك عبادة الله راجعة إلى العباد. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي، يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ثم قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إن كنتم تألمون من القتال والتعب والجراح والقتل فإن القوم يصيبهم مثل، لأن أعداءكم مثلكم أيضا، يصيبهم مثل ما أصابكم أو أشد. فهذا فيه تسلية للمسلمين في أنهم إن تألموا فإنهم يؤلمون عدوهم، وإذا آلموا عدوهم حصلوا على الأجر والثواب والنصر، وهذا مما يجبر ما يحصل لهم من القتل والجراح والمشقة. فالجهاد بلا شك سمي جهادا لما فيه من المشقة والجلاد، وفيه ألم، ولكن هذا الألم ما موعود عليه بالأجر العظيم والثواب الجزيل. أما الكفار فإنهم يألمون وليس لهم إلا العقاب والنار والعياذ بالله. ففرق بين الفريقين، وهذا مما يقوي عزائم المسلمين على القتال والصبر، والصبر على الألم والجراح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.